السلام عليكم، مرحبا بكم. حنا كنتواجدوا في دوار بلوطه جماعه بريكشا علي موزان، كنتواجدوا بين شاون ووزان. المهم هذه دار الضيافه عائشه. حنا كنقدموا مجموعه من الخدمات، كيجيو عندنا الناس من جميع انحاء العالم، الاسبانيول، الفرنساويين، الامريكان والمغاربه كذلك. كنقدموا مجموعه الانشطه اللي هي الانشطه، مثلا كيجيو عندنا الناس هنا كيبغيو يرتاحوا، كيبغيو يشوفوا الطبيعه، كيبغيو ياكلوا ماكله اللي هي بلديه محليه. من بين هذه الماكله هذه الكسكس، الطاجين دجاج بلدي، والفطور اللي هي فطور محلي بلدي. وكنديروا اللي هي انشطه روندوني في الغابه، كيمشيو كيتمشاو كيتعرفوا على الاشجار، كيشوفوا اللي هي مناظر جميله وخلابه، وكيجيو كيمشيو شفشاوان، كيمشيو اقشور. وهذا الدار هذه حنا دابا عندنا خمسه ديال لي شومبر، الكاباسيتي ديالنا هي 20، ما كنفوتوش 20 ديال الكليان، ديال الناس، ديال السياح. وكيمشيو كعندنا الساد، كيمشيو للساد كيصيدوا الحوت، وكعندنا الجريده هنا عاود كيجيو كيشتغلوا معنا في الجرده، كشي كنديروا الفلاحه الطبيعيه، لاغرو ايكولوجي، منتوجات اللي هي بلديه محليه. ومرحبا بكم، وانا كنسينكم هنا، الباب ديالنا مفتوح، وتبارك الله عليكم، مرحبا بجميع السياح العالم.